לב הטבעי, מבסת זה נטו בסולה, עכשיו נביא ההפגירות. דאברם הנה, עכשיו נדי נסקח פועלים, זה לב הר, וזה נעבר עפד בסטישן, ביבן אביד. כל בלדר, בעל מרדה עכשיו נקוטים תחת הפגירות, ביבן סולה, ביבן תחת ביבן אביד. دي حاجه العلامات بقى عشان تسمعها اللي هو عندك اي حاجه في الفلور وفي فلور يبقى شيء حاضر شيء بلاك كلر لو فيها فلور تربت بس اي فيها بط فيها بط يبقى بيخرج لسن جري شويه يعني عندنا اسود وابيض الابيض اللي هو معروف يعني اي حاجه تخش في السوبتيش او كانسر يبقى عباره عن لبن ابيض خالص الابيض اي حاجه فلور تجيب فلور اللي هو الانسان بتاعها ميه تبقى شويه بص بقى الدرجه بتاعتها حسب السوفت تيشو كنت يعني في زي فايبر تيشو ده اللي يخدم اهو يبقى ابيض خالص الليبر عشان السوفت تيشو بتاعها اخف شويه في الماين جريد ساعات بتبقى حاجات اخف من كده كمان ساعات عشان كالسيوم نفس الفلاني بوم بالظبط اي خمسه اهو موجود دي جنب البروبلاتس دي ستة ده هنا دفرام دفرام معناه مش شبير سجن ما في هي ثمانية وهنا سبعة الصورة هنشوفها في الأرض ده معلومة لأنك أنت أكيد إنك بتعيش في عيال بالظبط عشان ما تطلعش عليك صورة في الأرض ده أكيد إنك فاتح بطن على تشوف قدامك أنت هتشوف أنت لو فتحت بطن على تشوفه كجراح أنا بشوف الأول الليفر قدامك وتشوف الدفرام فوق وتشوف الدبس هي نفس الصورة بالظبط عشان برضه ما عشان الاورينتيشن بتاعك ما يختلفش انك انت بتفتح العين تشوف قدامك في نفس واحد سيرجي شغال وتفتح الليفر وتشوف حتى تقطع عرض فيه وتشوف اول حاجه تشوفها اللي هو اريا 5 لو كان تخش الدي بي لايف تشوف قدامك هي بالظبط كده الالترا ساوند الالترا ساوند انا بالظبط اكني جبت مشط وبقطع العيان بشوف زي انا ما واقف في جراحه الشخص يعني ده اللي قدامي ده سكيم سبورتين سيشن هقطعه من خلاص بعد كده ده اللي هو النيو سيجمنت بتاعته دي 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 طبعا بتخش الدفرام ده بس الدفرام ممكن سيفيريو بوستيريو حسب القطاع اللي بتعمل فيه نعم عشان تخلص البوزيشن بتاعتك انك انت البوزيشن بتاعك كانك بتشوف العالم بتاعك بالظبط وانت فاتح خط العمليات وشايف قدامك وقتها صعب فاحنا قلنا اهم المكونات بتاعت المنتج الجهاز اللي هو عندنا الهيباتيك ابشي والكومبر دكت والكوتر الثلاثه اللي شافوا كويس جدا مع بعض الكومبر دكت الهيباتيك ابشي كانوا بيسموه الكومبر دكت والكوتر بيبقى صعب في الاول تشوف بس ده النوع بتاعها الكوتر بيبقى تشوف مش هتختلف عليه الكومبر دكت يقول لك ممكن ما تشوفهاش ممكن تشوف الهيباتيك ابشي ممكن ما تشوفوش خالص لو العام فيري فاتي او حاجه او هو في سن كويس جدا بس الكورس بتاعه بقى كونشس وما بقاش ستريت زي كورس الكورس ده فيه لاند مارك بتاع سايب الكاريو بتاعه كبير جدا وما بيختلفش عن كده هو ده اللاند مارك بتاعه عندنا الدرينج بتاع الهيباتيك بتاع الليفر عندنا ثلاث حاجات اللي هو الهيباتيك فيه كلهم بيصوروا الاي بي على الجزء بتاع الكوليت ده لوحده بيخش في الاي بي سي مباشره ما بيعتمدش على الليفر خالص في حاجات في البورد هايبرتنشن هنشوفها بس دي محتاجه دكتور. الفلو اللي احنا طبيعي البورد الفين ماشي في اتجاه نفس الهيباتيك ارتر. ده بيسموه هيباتيك ميدا فلو. ده النورمال بتاعك. يبقى عشان ده النورمال بتاعك ده عامل الشعب كده دكتور بتلاقي الفلو بتاع البورد الفين ماشي مع الفلو بتاع الدكتور بتاع الهيباتيك ارتر. الاثنين بيلعبوا بايه؟ نفس الكلر واحد. عشان ما تختلطش عليهم ابيض احمر وازرق. هما الاثنين كلر واحد. الكلر ده بيختلف حسب اتجاهه فين للترانسلوس لو اتجاه الترانسلوس على عكسه يبقى بيبقى ازرق ناحيته بيبقى احمر فهما الاثنين دي ده الوقت ده الاثنين لازم يكونوا نفس اللون واحد بورتر بين يبقى بورتر نفس اللون واحد لو لقيت واحد لون غير التاني لون دي معناها ان في بافوش اللي هو بيسموه هيباتو فريجا في اللون ان اللون بورتر بين راجع مش جاي ودي بتبقى انت ستيج بتاع بورتر بتنشن العام ده طبعا بورتر بتنشن تفتح راحه الله يبقى انك بعد اسبوع او اسبوع ما بتفتحش ولا حاجه يعني لو عيب من بس عندك دواء دلوقتي في اسبوع ما تفتح مجال ده تخلص منك ولا تفتح وراه ولا تكون فيه شيء ما تبقى فيه خالص اقصى حاجه ممكن تعملها تعمل مصر ليه؟ لانك انت لو
زي كده اخش في ديفرنس اوفيشنز على طول هيضايق منك بعد من بعد برنتر وده عشان مهمه جدا عشان كده الحالات اللي انت بتبقى مثلا بتعتمد على البلاس فلو بتاعت البورتال فيو مهمه جدا قبل ما تعمل عمليات مثلا سبرينج بتعمل اي عمليات في الابلو حاجه زي كده بتحطهم بتعمل البورتال سيركيليشن بتاعها كده المشكله كلها بيبقى عندك توكسيك عاليه جدا للدبره الفلوس كتير جدا ليه؟ لان كل البلاد سبلاي بيخش عن طريق كلها دلوقتي بيخش الدبره بيطلع عن طريق كلها بيخش على السيستم على طول عندك كده بيجيلك فلوس سهل جدا لو كان الاكل بتاعها صغير جدا تاني يوم هيخش لك على طول في كوم فلوس ليه؟ لان كل البلاد التوكسيك بتاعته بيطلع مباشره على السيستم سيركوليشن بيطلع على البري على طول هاي امونيا ومشاكل حاجه. ده النورمال فلو بتاع الدكتور بلاد الارتيريالز بتاع الشمال سيستم اللي هو بيبقى طايق في تحت واحد فوق على حسب الموفمنت بتاعت الطايق كاست فالف بتاع الهارت. في حالات ده في حاجه اسمها دايفيزك في حاجه اسمها دايفيزك في حاجه اسمها مونوفيزك. مونوفيزك معناها ان هو ما فيش اي ريسبونس للكارد من ريجوليشن فمعنى كده ان هنا الاسيست بتاع الليفر ضايع يعني ما حدش روح بس دكتور المونوفيز ده بيقسم جوه نعم اللي هي سبب الاي بي سي الاي بي سي عشان تقيس النورمال كالبر اقول لك الاي بي سي احنا ما بنقيسش كتير قوي احنا بنقيس الليفاتيك جيت حوالي يعني سنتي واحد بنقيس بعد الاوريجن بنقيس لما بنشوف الاسس الدم فبتاع بعد سنتي بنشوف الريسك بتاعها قد ايه لو هي نورمال اقل من 1 سم لو اعلى من 1 سم معنى كده في فينس كونجيشن معنى كده الهارت فيه بروبلم طيب لازم الهارت فيه بروبلم هارت فيلير طيب لازم ريجيرج الدم اللي بيطلع فوق بيتعكس تحت فبيحصل لك فينس كونجيشن فبتلاقي الكاليبر بتاع الهيماتيك بريك ده على اكتر من 1 سم فمعنى كده ان في كاردياك بروبلم العام جالك مثلا هيماتوريجيتي وسايكلس وكل ده كله على فكره ده بيشخص على اساس مشاكل ليفر وفي الاخر بيطلع هو حاجه كارب. يبقى طلع اكتر صم بس لقيت الباك كريز لقيت الكونجستر كبير قوي 8 سم دي خلاص ده على كارب يبقى ده حد يتعامل مع كارب ما يتعاملش معاك ليفر. هو ممكن يخش على كارب كومبليكيشن حاجه اسمها كارب اكسيروز فيما بعد. بس البين بروبلم بتاعته بس هي كارب. فاحنا عندنا ترانسفيرس دامشر حوالي 1 سم من الاوريجن بتاع الاي سي ما يقلش يعني ما يزيدش عن 1 سم. ده 1 سم معنى كده ان في باك كونجستر. دي الفلو فايتال بتاعها. نيجي بعد كده على السايد بتاع الليفر. بيختلف من اطفال شايط عضل تانيين. وفي شرط في الحاجات دي. يعني دلوقتي في ستاندرد موجود على النت قلت مثلا السايد بتاع الليفر بتاع الاطفال بتاع الليفر بتاع الاطفال مثلا من زيرو لغايه 12 سنه. بيطلع لك الجيل دايمتر قد ايه والستاندرد الجيل بتاعه احنا عشان معظمنا ما بنعملش في اطفال كتير جدا انا الشرط عندي موجود في المكتب انا بشتغل الشرط عندي حاططها في المكتب يعني في ارقام كتير صعب جدا افصل كده مع التكرار بشوف مثلا الايدج بتاع الشرط اللي عندي كم عندي مثلا 5 شهور 10 شهور رئيس الدم اللي بتاعه رئيس الدم من عند الدايفرام لغايه الفيرو سيرفس اللي هو عند الميكرو ريكو لاين ميكرو ريكو لاين انا بحط الضوء من جزئها بجيب لي الصوره بيجيب لي الصوره ده دايفرام لغايه الفيرو سيرفس ممكن تاخد جزء من الكيم ماونت اللي بتخش ده عند البيت كده كده طيب مش عايز ياخد يجيب انستاليشن ويوقفه الطفل طبعا صعب تقول له فانت بتصطفل الحركه تحت الوسط فبتقيس المسافه من السويل للفيرو اللي هو دنس بتاعه السويل بتاعه اللي هو ده الماونت بتاع الدفرام اللي هو الجزء الاول فوق الفيرو سيرف اللي هو اخر حاجه بشوفها بتقيس الطول ده الطول اللي احنا بنشتغل في الاطفال احنا بنحط الشرط عنده في شرط موجود في القطار من زيرو لغايه مثلا ثلاث شهور من ثلاث شهور ست شهور من ست شهور لغايه سنه من سنه سنتين سنتين ثلاثه اربعه كل حاجه لها الاستاندرد بتاعها بتشوفها
العضل معانا يعني هو الستاب داب نورمال يعني 13 سم يعني 200 سم الاكسبتد ايه كنت مقصد معاك 13 او 10 سم نص ما عدا 16 ونص تقريبا خالص تمام دي يعني حاجه ضعف بسرعه انت دي سنه شفت السيرين فين لينس طلع 13 خلاص نور عدى 15 ونص بدأ يبقى كبير لا انا قلت كده الاسد بتاع حجم الليفر كله في الاضلاع ولا الرايت تو رايت تو الرايت تو بس احنا واخدينه هو ده الصدر بتاعه بنقيس لو هو نورمال مش محتاجين نقيسه لا لا في حالات الليفت احنا ما بنقيسوش كتير بس هو لو حطوه من الليفر هتلاقي خصوصا حالات السيروز بتلاقي الرايت تو شرنكت والليفت تو هايبرت يبقى لو انا يبقى انا شغال على الرايت تو لو لقيته شرنكت شايس الليفت خلاص هو لقيته شرنكت الليفت هو اوريدي بيبان معاك يعني مثلا لقيته الرايت تو 10 ولقيته 8 فده معناه مش وانت خلاص عندك السايد بتاعه اقل من الطبيعي خالص. هو بتعتمد كمان على الجينيس بتاعت ليفر ده الهوموجينس نورمال الجينيس ده اللي هو الطبيعي بتاعه. هو ده يعني بقى عن نورمال مش شرع بقى عن نورمال. لو لقيته هو سيروتك ده خلاص ده مفيش تاني. يعني احنا برضه حتى الليفر الهوموجينس والجينيس بتلاقي الليفر عباره عن حاجه ماسحه جريد كده بتر مش محببه ولا السيرف بتاعها الجريد اللي هو ريجولار اوت لاين ولا والهيباتيك بيت ده واضح او ظهر كويس جدا دي كلها نورمال ليفر مش نادر. حاجه ده هو ده نورمال ليفر اللي هو الصوره بتاعت الريجولار نفسها نورمال هوموجينس مفيش فيها كورس مفيهاش كورس بتر ولا فيها الجريد اوت لاين ده نورمال ليفر كورس. فوكاليزم ده
راوند ولونج شيب وفريش معاك، اهم حاجه تحددها ولا سوليد ولا سيستم، لا سيستم كلين سيستم ولا كومبليت سيستم. انا بقول لكم عليها كلين سيستم اللي انت تشوفها زي روتس وكومبليت سيستم عشان ما تطلعش نفسك في الالترا ساوند. لان الالترا ساوند لو دخلت بقى في بدون ما تحدد الاستراتيجي اللي انت بتشتغل هتلاقي نفسك دخلت في متاهات. فاحسن حاجه انك انت يبقى دايما في ذهنك سكيم معين دايما بتشوف اللي بردها والله اللي فيه بصورك يبقى خلاص ده السكه تحت والفيجن اللي مش تحت. ديكر كده بشوف واحد كده وعمل السكه بعد السبعه واحد بشوف كده دي ده اللي بردها دي احسن فاين جميل بعد نزل روز. ده لا ده بيطلع مثلا ده فاكر ليفر ده بيطلع مثلا ممكن يخش مع الفيوز بصورك ممكن يخش بكيه من جوه لو معاه اسوشيتد حاجه ثانيه سكيل ميجر مش عارف ايه ده تكون مجموعه بعد كده. بس الاول انك انت تحدد بقى الاختيار بتاعك يكون سكيم دايما الاورجن بتاعك، السكيم بتاعك ده فيه باثولوجي ده فوكا باثولوجي. عندنا فوكا باثولوجي عندنا باثولوجي احنا بنقول اللاند مارك بتاعنا في السوليد ايجر لو قال 3 سم بيسموه ديوت. الهانتر ب 3 سم بيسموه ماس. ماشي؟ انت ممكن تلاقي مثلا في التكنولوجي بتاعنا يقول لك سمول مديوت يقول لك ده ماس. ايه الفرق بين الديوت وبين الماس؟ ان ده اقل من 3 سم ده اكثر من 5 سم. هو ده الترمولوجي يعني اكسبت على الصعب كلها الديول اللي هو اقل من 3 سم بيسموه سمول ديول او ديول في الزبده او ديول في السرير ديول في الكلى اقل من 3 سم اللي عدى 3 سم ده ماس. لو بقى هيوج ماس ممكن جراينت ماس عشان نسمح لك يبقى انت عارف البيزك ترمولوجي بتاعنا ابتداء ديول وماس. الماس فرق بينهم في الصعب. احنا لو قلنا صور الماتيريال يا اما في الليفر بالذات يا اما هيروسيو كارسينوما بريز مسموما ليمفوما ديبوزيت او ايميديو دي ذا موست كومن كوز. في حاجات ثانيه كتير جدا نادرة بنشوفها يا دوب بنسمعهاش كل فقط ده فما تشغلش بالك بيها دي اهم حاجه في حياتك هتشوفها اللي هي الديلي براكتس اللي هنشوفها كل يوم. الحاجه الثانيه دي بقى انك توصفها في كوكا الناس كذا 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 ممكن اخدها بيروسي ممكن اعملها سكي مثلا اعملها انوار عشان فوق الفيلم بس انت صور الفيجن سواء مديول او ماس مش هيطلع ده الحاجه اللي هو في فوق الريجن اللي هو ده حدود محدده اللي بيجيب مثلا ديفيوز باثولوجي ماسك ليفر كولينو وكل ده مثلا فوق ده حاجه ثانيه خالص. يبقى اكتر حاجه في الليفر هتشوفها اللي هو السوليد ماس هو الخمس حاجات دول تشمل يعني موست كومن كول في مثلا حاجات عشرات حاجات كده في كل بس ما تفرقش معاك كتير جدا لانك انت مش عارف تشخصها الاطرافيه ممكن مش خاص بالاعتراض بالسي تي ولا بالمارتن في الاخر هنبص على الصوره من ناحيه كده. السوليد ماس عندنا برضه ليها ما فيش طبعا لسه بخش بقى زي حاجات كده تفكر منها هايبريزيا هايبريزيا في حاجات كتيره جدا يعني في الفريق انا لو مش خاص خالص بالاعتراض السوليد ماس عندنا ثلاث انواع يا اما ايزو كول يا اما هايبر كول يا اما هايبر كول. التسمية جت منين؟ التسمية جت من الشكل بتاع الماس او المديول بالنسبه للباك جراوند بتاع الليفر. مش هي ذات نفسها هايبر ولا هي هايبو ولا هي ايزو. يعني الليجن ممكن ياخد في اي شكل. هو الليجن ده احنا بنسميه حسب الباك جراوند بتاع الليفر. احنا في الستاندر بتاعنا الليفر. بنقول ايزو يعني شكل نفس البريكه بتاعت الليفر بالظبط. نقول انا هقول ايزو. ايزو كور الكور اللي هو الجينيس بتاع الليفر بتاع ايزو كور كور وجينيس. الترم الثاني بنسميه في السي تي مثلا الدنسي النهارده هناك تسميه ثانيه الالترا ساوند بيسموها ايكوجينيستي. الايكوجينيستي بتاع الليفر هي دي الستاندرد بتاعتها وبنسمي فوق الريجا على اساسها يا اما هايبو يا اما هايبر يا اما ايزو. اوكي يعني الريجا ذات نفسه ما ملوش وصف عندي الا الاندر جراوند بتاع الليفر نفسها. يعني دي خاصيه موجوده ممكن تتغير يعني ممكن النهارده مثلا اسبوع النهارده اشوف انا الليجن ده هايبر كور في الليفر جاي بعد سنتين لقيته هايبر كور. ليه؟ لان الباك جراوند بتاع الليفر دي ممكن الليفر ده نورمال بعد شهرين بعد سنه سنتين بقى فاز ليفر واكستنسيف فاز ليفر الليفر بقى البريكه بتاعته بقت عاليه جدا عشان فيها فات بقى الهيمنجيوما تتنسى بقت هايبر ودي بنشوفها. يعني
أنا كوكا. نعم؟ أنا كوكا. أنا كوكا زي اللي هو فريو. اللي هو ما فيهوش أي اوبشن ليست. اللي هو بيبقى اسم خالص. يا دكتور يعني أنا كوكا، أنا زي اللي هو معايا دكتور. لا لا، ما فيهوش يعني حاجة زي المية. اللي هو سموها البرنس بتاعت اللي هو زي مثلا اللادر زي السيست. المنظر ده دلوقتي أنا كوكس ولا تاتي؟ لا، دي كلها هايبر. هقول لك الميه بيبقى جيت بلاك، حاجه اسود اسود. ايوه الاسود كون يعني في لون، في حاجه هو في لون بس ما تقدرش تفرغه بين الباك جراوند. بالظبط. ده الاسود كون. يعني زي النسيج الحر. بالظبط هو نفس لون النسيج اللي هو طالع منه. الهاي لو بيبقى الدنس بتاعته اللي هو بيبقى اسود عامل شويه. عن النسيج بس ما وصلش ان هو فلو. تمام؟ الهاي لو بيبقى الجنس بتاعته اعلى من النسيج اللي حواليه. عندك المثال ده مثلا عندك دي مثلا هايبر كوب ماس ممكن بعد سنتين مثلا نشوف الليبر هو نفس الليبر ونفس عاد من لعبه هايبر نفس ايجي هو دي معناها ايه؟ مش ايجي نتغير نتغير هو البريك بتاع الليبر نفسه يعني ممكن ايجي نتغير يحصل فيه بريك داون وهايبر بعد كده حصل فيه بريك داون حصل فيه انشيميشن وتحول الاكسست كله هايبر يعني الليجن مش هو الصفه الليجن صفه الباك جراوند حواليه هم اللي عشان بس ما تطلعش عليها. ايوه من جوه ممكن بعد ما تبان هايبر كوب تبان بعد كده هايبر كوب لو اللي هو بقى فاتي. على الباك جراوند بتاعها غير. بعض الساعات مثلا بتلاقي عندي اللي هو الفات ليفر سيفير فات ليفر في الليفر وفيه مجهور، مجهور بقى بان هايبر كوب. الليفر بقى الدنس تحته عالية جدا. عشان كده بقول لك ما تحسش ان اللون ده ستان. اللون ده عبارة عن حاجة بالمقارنة اللي حواليه. احنا ساعات بنستخدمه في الغالب ان هو بيتحكم جسم بس ما هواش طن. نيجي بعد كده على السيستم. في عندنا المايند سيستم، في سيرفيس سيستم، في كومبلكس سيستم. دي برضه بتنطبق على كل الاورجن الجسم. ليفر، سبرين، كيدني، بنكرياس كله. يعني عندنا فوق كاتيجر يا اما ماس يا اما سيستم. السيستم يا اما سيرفيس سيستم. بنسيج او ماكو الكومبلكس سيستم يبقى عباره عن جزء سوري جزء سيستم. تمام؟ الكومبلكس سيستم طبعا يعني حاجات ممكن يطلع ابسس ممكن يطلع حاجات ممكن يطلع بلاستيك ممكن يطلع مراجع فده عليه عليه كبير يعني ما تقدرش تحط في الكومبلكس سيستم انت محتاج مثلا فرزر سيستم يعني مثلا عنده روسيا مش عارف ايه يعني السيستم يعني فوق 99% ده حاجه بمعنى ده بلس فوق واحد. هاتي اي سيم سيستم نوع ده يبقى ليه كاركتيريا اللي هو بيبقى ويل ديفايند سي 1 كافي اهم حاجه ويل ديفايند واحد لونه اسود اسود مهم بيسموه جيت بلاك اسود مهم وبعد الخاصيه الثالثه تحته بتبقى حاجه اسمها بوستيريو بوست انهانسمنت اللي هو الكريس ترانسميشن يعني الساوند اللي بيعدي منه بيعدي زي الهواء ما بيحصلوش ريفليكشن ولا بيحصل له سكاتر ولا اي حاجه الساوند ده كله عباره عن ساوند الليبر بيعدي فدي الكاركتيرا بتاعت السيستم محدش يختلف عليها لو ريت سيرفيس زي ده في الليبر سيرفيس سيستم ده يعني 99% من الديماند نادرا بيبقى حاجه في ايه بيبقى ويت ديفاين وسي مول واللون الاسود فيه جولد اسود موحي هتلاقي زي جولد بلادر لو مش عارف قرنه بجولد بلادر لو جولد بلادر مهم قرنه بالجولد بتاع الماضي بتاعه هتلاقي نفس اللون واحد او قرنه بالبلاد فيسز جنبه. بورتا فين بدري فيها هتلاقي نفس الدرجة السواد بتاعته. هتلاقي معاه تفسير القصة في الهانس، لو انت واخد الانجل صح هتطلع لك تفسير القصة في الهانس. تمام؟ ده سنجل ممكن يكون ده ماكرو كذا كذا ماكرو ممكن سنجل سيس وممكن يبقى عندنا جزء من باثولوجي من سيرفيومات باثولوجي زي بوليسيست الكيدني ومعاها ممكن بوليسيست الليفر بوليسيست البنكرياس بتلاقي الدفع مليان سيستم. بس مش كل الحوارات في مصر. نعم. مش كل الحوارات مصر في مصر. على حسب الانجل. لو انت واخد انجل صح يطلع لك كده صح. لو انت طلع كده هتلاقي سيستم بس ممكن. بس لو خدت الانجل بتاعها صح هتطلع لك كويس. زي الحاله دي ده الدفع بولي سيستم دفع. النتيجه بيبقى ده جزء من السندروم بتاع بولي سيستم دفع. ده هو الطاقه. ده الكومبلكس سيستم بقى
ده جزء من المجال، يبقى برضه ليه بول وليه بوستيريور كوست في مصر، بس فيه سيرتيشن ممكن تلاقي معاه كالسيفيكيشن، بس الغالب العام بتاعه كله عباره عن سيستم، بس ما نقدرش نقول عليها سيمبل سيستم، يعني دي كومبليت سيستم، عشان الترم برضه ما يطلعش في دماغك، عشان انا مش عايز ايه، مش عايزك تطلع من حضرة ان في 500 باثولوجي، لا هو 3 4 باثولوجي فقط في دماغك، فوكال ليجا وفيو باثولوجي، فوكال ليجا يا اما سيمبل سيستم يا اما سوليد او سيستم، السوليد ده ليه كارتيريا ما فيهوش اي حاجه خالص، جزء سوفت تيشو يا اما هايبر يا اما هايبر يا اما هايبر، وده ما فيهوش اي سيستم. في عندنا حاجتين يا اما سيمبل سيستم يا اما كومبليكس سيستم. سيمبل سيستم شفناه ما فيهوش اي عقاره جواه، ما فيهوش سيتيشن، ما فيهوش اي حاجه تانيه خالص. كومبليكس سيستم اي ليجن في سيستم في البول، ممكن يكون ممكن تيومر، ممكن هايدريت سيستم، ممكن ابسس، ممكن يطلع نيورولوجيك سيستم، سيستم عادي حصل فيه جنبه عشان ما تلخبطش نفسك، ما انت تكتب كومبليكس سيستم بس. يبقى انت عندك هيك الفلوس بتاعك في دورتين التقرير، ده سيمبل سيستم، ده كومبليكس سيستم، ده سول ليجن يا اما مجنون او ماكس، بس انت قاعد تظن الموضوع كله كده. انت بقى في دماغك تفنش الدياجنوستس، حط زي ما انت عايز. سول ده كذا كذا كذا، كومبليكسيس ده كذا كذا، كومبليكسيس ده كذا كذا. بس انت لازم تكتب التشخيص بتاعك الاولي ان ده يا ده يا ده يا ده. لو ما لقيتش حاجه من فوق ليجن يبقى ده الفيوز باثولوجي. تشوف الليفر رايح لارجن، تشوف الليفر شرانكن، تشوف السيلوتك، الليفر مشاكل تانية معاه، مع الفلوس، معاه مع ايه؟ عايز كلها نجمعها مع بعض، وانت زي انت برضه كتكنيشن بتطلع ده في الاخر تقول مثلا ده ينفع يطلع مثلا يمشي للكوما، ده يمشي للكيميا، ده يمشي كده، ده يمشي كده. لان احنا برضه كارديولوجيست لازم يكون كلينيشن في الاول. يعني الكارديولوجيست كويس هتلاقيه كويس جدا، هتلاقيه كلينيشن كويس جدا. لان انا برضه بعتمد على السيمتوم والساين والكلينيكال داتا دي اهم حاجه عندي. وده لازم انت بتشتغل مع عيال، انت لازم تسال عن كل حاجه وانا بشتغل. مش كبير كبير، مش كل حاجه كذا كذا، زي اي دكتور عايز يشتغل معاه، ما ينفعش اشتغل مع مريض بص هعمله وما كلمنيش. هطلع داتا اللي قلت لك عليها، هطلع صوره سيستم، هطلع عشان اعمل انتربريتيشن بقى كده، واطلع دياجنوز، لازم اعرف الكلينيكال داتا، واعرف الكلينيكال بتاعه ايه، واعرف الساين بتاعته ايه، اذا كان معاه اي مشاكل ثانيه خلاص يا دكتور عشان ناخد الصينيه بس. عشان اقول لك اهم حاجه احنا كده سيستم يبقى لها شكل معين اهو. سول اسمه تيجي تقارنها باي باطل زي ده هتلاقيها زيها. جول برادر لو واجه دوم هتلاقيها زيها. لكن الناس تبقى سول جري زي اللي قلنا ماشي. الناس ما فيهاش اي فيها بريك داون، ما فيهاش مرض. فانا عايز يعني اوصل معلومه بسيطه انك انت ممكن تكتب تخصيص الالترا ساوند يبقى سن في دماغك ثلاث نقط اربع نقط بس. الحواشي بعد كده بقى انت تدخلها تعمل لها انتربريتيشن بالكيميكال داتا، بالاسم بتاعه، اذا كان في معاه لاب بتشوفه، اذا كان في اي داتا دكتور كتبت لك مثلا كالكيوليشن تقول له والله شكل شكل في كذا كذا، لا والله وضحت لك كذا. ساعات هو مثلا انا مش عارف ايه ده عنده في البصر مش عارف وعنده جرنايس مش عارف ايه جوه. فبشوف مثلا انا عنده ليفر ابس وحصل مثلا ربشه ليفر ابس، بقول لا ده المشكله ان ليفر ابس وحصل ربشه فيه. فده شغلك انت كجزء من المنظومه الطبيه، انا عايز اوصل للدايجنوز. فانا مش شغال ما اقدرش اشتغل كارديولوجيست بتاع اسرع من كيميكال داتا. انا بلغيها محاضره يعني جافه على انك انت ازاي تشخص ليجن وتوصفه. عملية بقى تركيبه على الكيميكا ده لو طلع ده كذا دي كذا دي كذا، دي تعتمد على الكيميكا سيس بتاعك وعلى الباك جراوند اللي الدكتور الكليشن عبقولة بتاعك تربطه بالداتا بتاعك. عشان كده مهم جدا انك تبعت اي كليشن لاي حد مثلا في الكليشن تفضل عنده السيرفي كده. يا ريت تكتب لي مثلا تفضل انا شاك الكوبليت بتاع كذا انا شاك كذا. هتساعدني معاك ان انا اطلع لك الجنود معاك. ليه؟ لان برضه الدكتور في ساعات المريض بيبقى عندي بيبقى ضامن الشيء اللي هو كذا كذا اللي هي حاجه ثانيه خالص. فانا يعني ساعات الدكتور مثلا ما بيبقاش الكريشن بتاعه ضعيف ما بيقدرش يطلع الداتا اللي عايزها. فلازم اعمل كوريشن ما بين الكريشن داتا وما بين الداتا اللي طلعت الترسانة عندي. ولو في لاب برضه بتساعدني يعني مثلا طلعت كده كده مثلا ده الجيم بتاعه كذا الدرون بتاعه عالي ده عالي ده عالي، اقدر اظبط الحاجات بتاعه
صالح ديموس قال لي بقى مر الناس يعني محصوف واحدة وكيف بتساعدك انت كاليجا بتعالج الحالة صح او بشخاص صح او بنوجهه بتشخيص كانسة اعلى بيقول مثلا عن بيروس يعني كذا عن كذا حيث مسلطان ديموس. فده الجزء الثاني من السيستم فيجا لما يقول ده مثال لغاية السيستم التشخيص النهائي ممكن توصلوش مش عيب توصل لده كومبليكس سيستم ممكن تطلب بعد كده اللي هو التست بتاع الهجات ممكن تطلب له اي حاجه انت عايزها بعد كده. الهجات سيستم بتبقى شكل بتاعها كده بتاعها كده بتاعها كومبليكس سيستم فيها سبتيشن فيها اسمها روتا بيبي صح بتاعها الجزء نفسه حصل فيه بتاكشف وحصل ده عباره عن جزء نازل عايم في الميه او بتاع بيسموها دلوقتي سبتيشن. دي بعد السبب بتاعها بتحصل له روتيشن وسايز يطلب بعد كده ده السيست بتاع الابس الضغط بيبقى احنا قلنا السيست العاديه بيبقى ويل ديفايند بورد الابس بيبقى ايه ديفايند وفي ثانيه هايبر كورد دي صعبه جدا بصراحه من الناس عشان برضه احنا ما بقاش يعني دي شكلها شكل الناس بيبقى من الفلوت والبيت بتاعها ايه قريب ما هوش شكل بلاك كارد فدي ممكن تكون عليها ناس بس اللي هفرقك بيها حاجه واحده بس مش فيها قصه نص في هنا في شيء قصة نص هنا في شيء قصة نص هنا في شيء قصة نص وبعدها بقول تحت بقى شاكل أطوال مبقاش ليها وسيست مبقاش ليها أول حاجة كده فيها ساعات بتحرية فيها في الجامعة فيها صوت برضه بس اللي فرق بيها كان نص تحت إيه في شيء قصة نص تو عليك في شيء قصة نص معناها إن في سيست كومبوز وكما في كومبوز يبقى ليك كومبلكس صعب حتى لو مش شايف إنها إيه سيمبل سيست يعني هيبقى في مرة متأكسس لازم وايت شوت لو خدت العندي صح هتلاقي فيه بياض ورا الميجر الصوت الوحيد اللي بيجي بياض اللي هو الميجر برضه عندي حاجه كسبتها ما تختلطش فيها الميجوما اللي حاجه وحيده بتبقى فيها بوست ترانسفير في الصوت كلها لان هو عباره عن بلاد فيسز متجمعين مع بعض وعاملين ماس السيست بتاعها دايما بتبقى ويل ديفايند مش نادي هي الهايبر كود دايما هي بتبقى دايما بتبقى ناس يعني هايبر كود بقى ناس بقى نوعا ما عاليه شويه بقى معاها بصيه قصه المنشط دايما ممكن تيجي في مهمه مفيش منظمه يكون عنده مش حاجه انت بقى ممكن تبقى دايما الكهرباء ما بتشتغلش ما تبقاش هي اهم جيش الكبرى خالص بالظبط كده. فعشان كده بقول لك انت مهما كانش كده كده جاي علاج فوق كاديجا ومش مش معاه فيفر ولا معاه اي مشاكل خالص ومعاه روسيه قصه النصر والليفر بتاعه هو بس ان هو سليم فدي هتشخصها ايه قصه كل هايبر كوب معاه روسيه قصه النصر معناها قصه كل المجهول. لو شكل قوي بنرفع لحاجه اعلى نعمل ستي. ستي بقى بيسبورت هو في حاجه اسمها هاوس فيلد بيقول لك الكيس انا بقول لك مثلا في التنس بتاعتها دي فلوت ده سيمي فلوت ده بلاك ده بول ده التنس بتاعتها هو في حاجه طبعا حتى اصلا جه دلوقتي شبيهه بالحاجه دي حاجه اسمها الاسبستي ده الاستوبر نقدر نقيس الاسبستي بتاعت التشو بتاعت نفسها ده سوليد اسيستيك والسوليد ده سوليد ارض ولا سوليد خشب ودي بنستخدمها دلوقتي في الحالات اللي هي بدل البيوبسي حالات كتير جدا في اوبر ماس او في السوريال دور او في البوستر او في البريست ماس بدل ما تخش حيز الاستلام هتلاقي دلوقتي كده على بعض كمان فتره كده طبعا 10 12 سنه البوش ده هتلاقي كده بعد السيف فقط كده بقى الحاجات مثلا عايز سيرابي و حسام جديد عايز تجيب جريد بتاعه ودي ممكن تيجي مش محتاج لو الحمد لله مش محتاج خلاص ده السبيس بتاعك ده ممكن انا قلت لك في الليله الجايه 10 10 ممكن 25 وهنا برضه كومبلكس سيستم
ومعاه فلود الراوند ده في البروتينز نفسه. ده بس برضه الناس كتير بليس فيها بريك داون موجود. برضه الكلين ده مهم قوي. الكلين ده مهم جدا. عالم حشيش والله اللي فيه برنامج جدا ودخل بعد كده بروتوكول. خش تركب لا ولا ماشي. لو ما عرفتش تسحب خش بعد كده الاسبريشن تسحب اقطع لك بص. لا ده بيك فيت سيرش نفس البيك سي نفس الفكره واحد بيخش على صن جاي بيركب بيك فيت تيستر اللي هو زي دي التنزيل والتطوير تتحط في اي فلوت بوزيشن او تحط تحطها في الوقت البدل هي نفسها تعمل اكستند ريت ده تايب اوف كومبلكس تيست برضه ده سيمبل سيستم حصل فيها مش يبقى تلاقي برضه ده الفلوت تقتلوا ما بقاش هو اهم حاجه بس هي قصه الناس. ساعات البلط بيحصل له اورجنايزيشن اللي بيعمل زي مثلا في ودي بنشوفها دايما كده في البلط في البلط. العيان جاي لك في ريتنشن وتخش تحط ساوند تحس بقى في فلو بس في ماس الماس موجود. يقول لك ده عنده بلط ماس كبير. المشكله التقليديه ده عباره عن اورجنايز هيماتوما عامله ماس لايك كده نتيجه مثلا حصل بليدنج من البروست دخل في البلط في البلط. فده بيبقى بسيطة جدا تتحرك العين مع الجرافيك لقيته بيتحرك يبقى ده خلاص موبايل مايز يبقى دي اورجانيزم ما لقيتوش بيتحرك يبقى ده خلاص ديفكسيون. يجي بعد كده على الفيوز باثولوجي. هو يعني الباثولوجي بتاع الفيوز بتاع الليفر كتير جدا بس اكتر حاجه احنا بنشوفها كتير جدا اللي هي احنا هنا في الليفر يا اما سيروزس يا اما ستورج سيت برضه هو واحد نوع من الليفر او الليفر كفيروزس. ده الفيوز باثولوجي. الفات ليفر يعني اللي هيعتمد عليه انك انت بتشوف الصوره بتاعت الليفر وتقارنها بالفات ليفر. اه ممكن الفيوز باثولوجي هي برضه هتبقى خدعه. هتبقى خدعه يا جماعه بس هي اكتر حاجه اللي هو الليفر مسكين مور ليست في الشاشه زي بعض. وعيان ده في ليفر غالبا بيبقى نورمال ليفر يعني نورمال بيشن ما بيجيلكش مثلا في عامل سبينكت من عامل كل حالات ريش فده مش هتختلف معاه هتخش هتلاقي ليفر ابيض لو قارنته بالسبين هتلاقي السبيس تحت معاه كبير كبير جدا فاللي فات الليفر تعال ده احنا عايزين نوصل لقيت ان مش عامل مصدر في ليفر ودي كارثه كبيره جدا فات ليفر اسباب دلوقتي ان هو ده بري كامبلير سيروز بري كامبلير يعني ده البعيد بيخش في سيروز بيعمل بعد كده ممكن ليفر ماس الفكره دي ناخد لايف دلوقتي بس هو دلوقتي بقت سيكتور لوحدها ستيتوسس روبن دلوقتي اللي هي مشكله السيلول تخش في سيروز وبعد كده تخش ليفر ماس وللاسف نعم بيشتغل اوضه ساوند بيشوف البيشن بتاعته بتلاقي مثلا لما لا طلع ستيتوسس نورمال بيشن بيقول لك حتى لو سمعت حتى لو سمعت شوف كده بس دي الفات ليفر في فات ليفر بقى فيها جرين ماي كونتنتس كتير على حسب عشان مش عايز اخططك على حسب انك انت بتشوف البروتر فين بتشوف الفات فين وما بتشوفهمش خالص اول حاجه بتتاكل الفات فين اللي هو تحت ما بتشوفوش دي بس بقى ماي فوق لو ما بين شفت الفات البروتر فين بس ما شافش لسه البروتر فين يبقى ده كل الفوق لو البروتر الوولز نفسه ما بتشوفوش خالص يبقى ده ماي فوق وده اصلا ما بتشوفش حاجه ليفر مع الجزء بقى النوع الثاني اللي هو السيروز نفسه اللي هو ده بتلاقي الليفر في الكورس محدد لو برضه قارنته بالسبلين هتلاقي لو هو مش عامل سبلين هتلاقي السبلين هوموجينس ده هتلاقي كورس وهتلاقي في حاجتين ثلاثه كارتيريا مهمه قوي هتلاقي الوايت وول بتاع ريجلر او ده الكورس ريجلر او فاين ريجلر مش هتفهم هتلاقي ريجلر الحقيقه الثالثه برضه عشان هتلاقي الباك فين
جيم شتايه عباره عن شريط رفيع وصغير وكرسي وسهام زي الزجزاج لان الفيبروزس وقتلها شويه شمال شويه ضد اليمين فبتاعت الكمبريس بتاعي الرجال بيرت الوجه دي الكاراتيريا بتاعت السيروزس اللي هو الزفر في نفس الكورس تلاقيه محدد مش هوموجينا الدور بتاع الرجله تبقى ثلاثه بتلاقي فيه الباتل بينس بتلاقي في الميدل الحاجة المميزة طبعا تلاقي الهايبرو شرامبي وبيفتو هايبرو وكريديت هايبرو عندهم أربعة كراتيريا بتاعت تشخصها في الجواز سيروسس ممكن تلاقيهم مش كلهم ممكن تلاقي كلهم يعني ممكن ساعات تلاقي الريل سيروسس تلاقي جاست أو ماي سيروسس تلاقي جاست كورسس في الليفر والكريديت يعني كريديت هايبرو بسيط هذا بقى الباص سيروسس باص بقى تلاقي الليفر عبارة عن زي كورة صغيرة الريل أوتلاين والكريديت بينس ضايعة خالص مفيش راجل فيها البورتال فيه ممكن تلاقيه تاك الروح اللي حصل ريفرس الفلوك الفلوك كله داخل على الكولاترز البورتال فيه كان يرفعه صغر خالص ما بقاش كبير الحاجه الثالثه بتلاقي الكوليك بروف هو واخد المكان لا الامتحان هو عندي في السلايد بتاع الكوليك لان هو الوحيد عنده الرينج صح اه ليه؟ لان هو الوحيد عنده رينج اللي هو هيخش على البي سي ار انما الثاني الكوليك بريس خلاص ضاع ما اشتغلش الليبر سيروز ده بقى حدد ازاي لو الليبات كرينز نعم لو عندي فيها الليجن ولا عندي فيها الكرينز اصلا مش باين فاهم هعرف هتبقى مكان الكرينز او الليبر سيروز لا الليبات كرينز واضحه مش مكتفيه مكتفيه خالص بس البروفيل اللي مش صغيره جدا البرضه بتبقى تقسيم المسامه بتجي عن طريق البروفيل الفين وعن طريق الليبر سيروز ما اعرفش خالص بقى اللاند بتاعتك اللي هي حاجتين الكدني الجول برادر لو هو جنب الجول برادر يبقى ده اللي خمسه فوق الجول برادر يبقى ده ثمانيه الكينج جنب الكينج يبقى كام؟ سته فوق الكينج فوق هذا سبعه خلي على الليفت سايد هتلاقي فاس فورم ليجمنت ده ستاندر هتلاقيه بيبقى بروزن في السيروز الميديا اللي فاس فورم ليجمنت ده هي دي ثلاثه اللي جنب ده فوق اللي هي اثنين وتحت اللي هي ثلاثه هي اربعه مسوقه بالنص بالبورتال دي فالفيرسنج بار اللي جنب الدفران فوق قال لي اربعه تحت اللي فوق تحت ما جنب كل غلط الا اربعه. فاحنا انا بقول لك ده التقسيمه بس انت براكتيكال ايوه انت مش محتاجه الكلام احنا محتاج حاجه واحده بس عشان لو مثلا مش عامل كومبريشن على الهيباتيك فيل وهو طالع هي 8 وهي 7 هي 4 وهي 3 هي 8 وهي 4 دي بنحددها بالظبط. بس برضه يعني مسموح لك في الاندر ساوند في الاخر مفيش مشكله. الستي مش مفهوم فيه. مفيش مشكلة لو ما كتبتش الاريا مثلا؟ نعم. مفيش مشكلة لو ما كتبتش الاريا فيها ليجن؟ لا مش تحسن. لأنها بتفرق كتير قوي بالنسبة هو إذا بيبقى اللي جوه بتاع العصب خلاص، لو ما هتقعد تبص بقى في السيجمنت بتاعت الليفر. إيه هو السيجمنت بتاعت الليفر؟ هي 8 عشان المترجمة هتبقى 8 الكبيرة 8 أحسن ولا السوبيريور كيلو سيجمنت على الليفر؟ تيجي بعد كده للبورتال بيري بورتال فيبروزس البيري بورتال فيبروزس احنا عارفين البورتال فين احنا بنقول بتاعه هو رغم ان واضح جدا بس ما تبقاش يعني الماكسيمم ده بتاع ضحك ما يزيدش عن 3 مللي ماكسيمم يعني بيسو البراش البراش بتاعه اللي قالوا لي دي بتاع الجو انت ما يزيدش عن 3 مللي وبعده مع 110 لا الدام بتاع الجوز نفسه ايوه ايوه البورتال فين نفسه البورتال فين بس فانت لو لقيت اكتر من 3 مللي معنى كده ممكن يوصل ساعه سنتي الورتر نفسه فده بيه ورتر في الجوز كان زمان الجريدنج بتاعك معتمد على الورتر هايبرتنشن يقول لك مثلا ده ماي ورتر في الجوز يبقى ده ماي ورتر في الجوز مولد ورتر في الجوز مولد في الورتر هايبرتنشن ماركت ورتر في الجوز ماركت ورتر في الجوز كان ده فيس خلاص مفيش اي كورليشن بين الورتر في الجوز والسيفيل بتاع الورتر هايبرتنشن انتهى خلاص كده فالديجري بتاع الدور في البروسس خلاص دور بلاش كذا جاست تك الدور في البروسس خلاص احنا عشان كل الكلام اللي جيت ده طبعا لا لا طبعا لا البوكر اللي الدور بتاع سيست في الاوتر اتنشن في اخر التمرين عمليه كان زمان بتعتمد عليها في الديجري بتاع الاوتر اتنشن في الدور في البروسس نسيت خلاص فده انتزاع من التشخيص بتاع الاوتر اتنشن الدور في الاوتر البروسس نوت كورليتد مع الديجري بتاع الفورد هايبرتنشن.
وانا لقيها ايه الفايده؟ هي دي ساينس ان في ايفيدنس اوف بالهالز انفكشن قبل كده. نورمال كام؟ نورمال ما بيزيدش عن 3 مليون كام؟ جول سيكس. فروق هنا ولا اكبر؟ لا جول ده جول سيكس بتاع لوكا سيكس جول بس سيكس جول. انواع بقى بتفيد باثولوجي كتيره جدا بس مش هنشوفها كتيره من لاش خاصه الليمفوما اللي بتفيد باثولوجي ممكن يجي لك ليفر براي فقط تغيير اللاش مع في بعض الستورج ديزيز في بعض الحاجات يعني انواع كتيره جدا من بتفيد باثولوجي احنا مش مطورين جدا مش بنحضر وقت اصلا التكت مثلا ده الجزء اللي بتفيد باثولوجي انا مش عارف انا عارف ان هايبرتشينسكي هايبرتشينسكي ده مش عارف اقرا النهارده ساعات اكيد برايت بيجي لك ليفر يبقى ده من بتاع برايت ستاك دارك يبقى هاي بوكو ده بحد الاكيد فده انت بتشخص ده اللي في الباثولوجي الليفر على حسب الشيك مارك كبير وهايبر يبقى ده ممكن يخش مع الفات ليفر او الكول دي كبير وهايبر ممكن يخش مع الفيت انفكشن بابايت او اي انفكشن ثاني كبير وفي مثلا سيروزس او اسرار سيروزس او في سيروزس ده اللي في الباثولوجي احنا نجيبه من بره يعني العدم بتاعته من بره في اسمنا في الانر ليفر
ده الدايمتر بتاعه الستاندرد يعني الديفايس 12 وده يعني كله كله كده 12 ملي متر في الدم. يعني احنا هنا في مصر عشان مشاكلنا بتاعت اللي عندنا ممكن كلنا مصابين بالهرس اكيد مش عارف مصابين ايه وبنعديها لغايه يعني ماكسيمم ريزكشن ما فيش 13 لو 13 بتكون اعلى في الاكل خلاص دخلت الغرفه يبقى ماشي. اقل من 13 اكسبت لان